النهارده حبايبي هنعمل مع بعض ديتول لتنظيف السيراميك والحمامات والاحواض، قوي جدا في التعقيم. تابعوني حبايبي كده لنهايه الفيديو عشان تشوفوا معايا الطريقه خطوه بخطوه. ما تنسونيش فضلا وليس امرا تدعموني باللايك والشير حبايبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم أخواتي وحبايبي في الله. معكم حنان الوراقي تربيل حبايبي. نبدأ الفيديو كده الأول بالصلاة على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. هو مكونين اتنين بس اللي احنا هنعمل بيهم. معايا صابونة، صابونة بلدي كنت عاملاها معاكم قبل كده، هسيب لكم الرابط بتاعها في شاشات البهاية. وهنحتاج لمعلقة صغيرة من بودرة الكبريت، بتبقى بودرة الكبريت اللي أنا وريتها لكم من شوية في العلبة ديت، بتبقى موجودة عند العطار، فدي بتبقى قوية جدا، يعني بتبقى قوية جدا في التعقيم. كنت عاملة بيها معاكم قبل كده صابون الكبريت. انا دلوقتي بشرت الصابونة اهيت زي ما انتم شايفين. الصابونة كانت ناشفة معايا خالص، فعشان كده عاملة دلوقتي زي المسحوق الغسيل البودرة، بتدي نتيجة احسن برضو. يعني كل ما تسيبي الصابونة اللي هي تنشف فبتدي لك نتيجة افضل في وانت بتستخدميه. انا حطيت دلوقتي معلقة صغيرة من بودرة كبريت زي ما انتوا شايفين، هقلبها مع بعض مع الصابون. وكنت يعني مسخنه كده اهوت حوالي اللي كان في الحله رطل من الميه السخنه. طبعا انا ما استخدمتهوش كله، استخدمت نصه، فبحط الميه كده اهوت ايه واحده واحده زي ما انتوا شايفين لحد بس الصابون بيتحول معايا لجل. ومعايا ازازه فيها ميه ساقعه، فهي دي يعني هستخدمها. الازازه ديت بتاخد 2.5 رطل من الميه، فزي ما انتم شايفين يعني هي الكميه اللي انا عملتها، عملت 3 رطل بالديتول. جميل جميل جدا حبايبي، زي ما انتم شايفين بقلب فيها اهوت واحده واحده، وكل ما بقلب القوام بيتحول معايا الجل، ولو احتجت ميه فبضيف شويه ايه ميه. زي ما انتم شايفين اهوت. طبعا انا زي ما قلت لكم انا ما استخدمتش كميه الميه اللي انا كنت مسخناها كلها، ما استخدمتش الرطل كله. بتحطي الميه واحده واحده على حسب القوام معاكي، وبعد كده اهوت بتكملي بقى ايه بميه، بنحط الميه البارده بقى. وهنضيف برضو مكون كمان كنت لسه عاملاه معاكم من امبارح، كنت عامله معاكم معجون اللهلوبه بمكونات، كانت جميلة جدا. هسيب لكم الرابط بتاع الفيديو في شاشات النهاية، هنستخدم منه معلقة كبيرة فهنضيفها ايه بعد شوية. وممكن تضيفي بدلها معلقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم، يعني لو انت مش عاملة معجون اللهلوبة اللي انا هستخدمه بعد شوية هوريكم دلوقتي. انا بقربت لكم الكاميرا عشان تشوفوا شكل الصابون، وبصوا جميل ازاي، تحفة بصراحة. الصابونه دي كنت عاملاها، كانت مكوناتها كانت جميله جدا، كانت صابون تجاري، كانت في متابعه ايامها كانت سالاني عايزه صابون تجاري تعمل مشروع، فعملت لها الفيديو ده اهوت. يعني صابونه جميله جدا حبايبي، بجوده عاليه فعلا. ده دلوقتي انا بحط الميه اهيت، ميه بارده زي ما انتم شايفين. انا هنحط الازازه كلها ايه دلوقتي، وبحط كده وبقلق زي ما انتم شايفين اهوت. طبعا هو القوام في الاخر، لما القوام في الاخر طبعا لما اسيب، هي الكميه خدت معايا 3 الديتول دوت، خد معايا 3 رتل بس. هو حلو جدا كمان لما اسيبه كمان يستريح، فاحنا عارفين قوام الديتول بيبقى خفيف، فهو هيبقى عامل زي جل كده بس خفيف، يعني هيبقى تحفه وجميل جدا زي ما انتم شايفين اهوت. ان شاء الله كده اهوت. طبعا انا عملت الموضوع معاكم النهارده وصورته ونزلته، كان في نفس الوقت ما سبتهوش يرتاح، فلما يرتاح كمان ممكن اعمل لكم فيديو، او انا بعمل اي وصفه معاكم بقدمها لكم هوريكم شكلها في الوصفه اللي انا بقدمها لكم. دلوقتي جبت نص كوبايه من الميه، ومعايا ربع معلقه صغيره من لون غروب الشمس خاص بالمنظفات. هبدا ان انا ايه بقلبه كده اهوت، وهبدا في نص كوبايه ميه هبدا ان انا احطه. طب ما عندكيش لون غروب الشمس هتعملي ايه؟ فبتجيبي سنه لون اصفر مع سنه لون احمر وبتقلبيهم مع بعض، فهديلك نفس اللون بالظبط، هيديلك لون غروب الشمس. فبضيفها كده ايه واحده واحده لحد ما اوصل للون اللي انا عايزاه. زي ما انتم شايفين اهوت الطريقه سهله وبسيطه جدا حبايبي.
مش صعبة يعني، تقدري اللي انت تعمليه بتعملي الديتول ده هو بكل سهولة. وزي ما انتوا شايفين في النهاية هيديلك ديتول كده هو ايه، قوام ديتول جل كمان لما يهدى ويرتاح، فهيبقى عامل زي عارفين البرسيل الجل اللي هو بتاع الشركات، فهيديلك نفس القوام بالظبط يعني، هيبقى جميل جدا يعني. ممكن يعني هيبقى ديتول مركز بالاخر، فممكن تاخدي منه كمان، وممكن يعني ايه تستخدميه يعني، بتاخدي منه مال وغطا كده بالجركن اللي انا عبيت فيه، وتحطيه في قاعدة الحمام وتدعكي الحمام بالفرشة، فهيبقى حلو جدا يعني، هيديلك نظافة وهيديلك تعقيم في نفس الوقت. طبعا انا ايه كده انا قلبت وظبطت الديتول كده معايا بقى تمام دلوقتي. ده كده معجون الهلوبة اللي كنت عاملاه معاكم لسه امبارح، هناخد منه معلقة كده ونحطه على الديتول اللي انا عملته. شفتوا بقى معجون الهلوبة ده جميل جدا يعني، استخدمه في ازالة اصعب الدهون من البواعين. لو عندك دهون محروقة هتدهني الدهون من بره المقلاية من بره من جوه كده، وتسيبيها لمدة 15 دقايق وتدعكها بسلكة، هيشيلها لك في ثواني. كمان لو انت بتعملي وصفات، فاي وصفة انت بتعمليها ممكن تاخدي منه معلقة وتضيفيها عليه، فرهيب بصراحة يعني. شوفوا بقى استخداماته حلوة ازاي، حاسب لكم الرابط بتاعه في شاشات النهاية ان شاء الله كده تبقوا تدخلوا وتشوفوا الطريقة بتاعته. دلوقتي انا جبت كده جركن فاضي بتاع ديتول، وهبدأ بقى انا اعبي فيه كده اهوت ايه الديتول اللي انا عملته معاكم. اقوى ديتول قوي جدا في التعقيم. طبعا بودرة الكبريت ديت بتبقى رهيبة، بتقضي على اي جراثيم واي بكتيريا، بتبقى رهيبة. طبعا ان شاء الله كده اهوت هي متوفره، هتلاقوها عند اي عطار، هتلاقوها هي بيبقى لونها اصفر، بيتعمل اللي بيتعمل بيها صابون الكبريت زي ما انتم شايفين كده. ايه حبايبي شوفوا بصوا اللون بتاعه جميل ازاي، وبصوا الرغوه بتاعته يعني، من الاخر كده اقوى ديتول ان شاء الله كده هتعمليه، هيديلك نظافه وهيديلك تعقيم للحمام يعني. انت لما تيجي تستخدميه تنضفي بيه الحمامات هينضف معاكي الحمام، وكمان اللي هو هيديلك تعقيم كمان. نعم زي ما انتم شايفين هي الطريقه سهله وبسيطه جدا يعني، ممكن تاخدي منه ملو يعني، لو انت مثلا حاطه يعني 2 رطل ميه يستحسن وانت بتنضفي الحمام السيراميك كله تكون الميه دافيه معاكي، تاخدي من الديتول اللي انا عملته دوت كوبايه وتضيفيها عليه، وبسلكه اللي هي السلك اللي هو الصيني الخشن دهوت، وتدعكي السيراميك بتاع الحمام او بفرشه خاصه بالسيراميك، هينضف لك السيراميك وهيخليه لك زي الفل. زي ما انتم شايفين حبايبي الطريقه كانت سهله وبسيطه جدا، وان شاء الله كده تعملوا الديتول ده هوت جميل جدا. وفي نفس الوقت هو متعدد الاستخدام، مش لتنظيف الحمامات والارضيات وخلاص على كده، لا ممكن نستخدمه كصابون سائل لغسيل الايدين، هيعقم الايدين ويقضي على اي جراثيم اي بكتيريا. ممكن تحطيه في ازازه خاصه بالصابون وتضيفي عليه معلقتين جريسلين او سكر. شكرا للمشاهده، السلام عليكم.